وهو اليوم الذي عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج عرفة، فما من عمل يعمله الحاج أفضل ولا أعظم من الوقوف بعرفة. ولذلك فإن الله جل وعلا عشية يوم عرفة يتنزل نزولا يليق به جل وعلا إلى السماء الدنيا، يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، وفي رواية: ماذا أراد هؤلاء، وفي رواية: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو عليه الصلاة والسلام ينبئ بعظم هذا اليوم. ففي عشية عرفة قبل أن تتحين الشمس للغروب استنصت الناس، يعني أمر من يأمر الناس بالإنصات ليسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاشرأبت الأعناق وتوجهت الأعين للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطاب النبوي في هذا الموقف العظيم في عشية عرفة قبل غروب شمسها. فقال: إن الله جل وعلا اطلع على أهل عرفة فقال: إني قد غفرت لهم الزلات. وغفران الذنوب والسيئات في يوم عرفة مما يظن المؤمن لله جل وعلا أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه، لأنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهو موقف عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الدعاء في ذلك اليوم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك فالمسلم يعظم ربه جل وعلا في ذلك اليوم العظيم ممن وفقه الله فحج بيت الله الحرام بأن يبتهل إلى ربه جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة، صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، دخل إلى عمق عرفة عند ذيل الجبل ودعا حتى غربت الشمس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه كالمسكين كالذي يستعطي، لأنه يسأل ربه وهو المسكين. فلما اضطربت راحلته وكان على راحلته صلى الله عليه وسلم أخذ بخطامها بيده، واليد الأخرى لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منشغل بالدعاء، مرفوعة يدعو، حتى في هذه اللحظة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. دل ذلك على أن استثمار هذا اليوم في الدعاء من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك فإن الحجاج مغبوطون بمنة الله جل وعلا عليهم أن بلغهم تلك المشاعر وتلك المواقف العظام بين يدي ربهم جل وعلا، الموقف العظيم الذي نزل فيه قول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة يخطب. وهذا يوم عيد لأهل الموقف، يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف. وهذه الآية فيها فضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم أكمل لها دينها وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف استشهد الصحابة على تبليغه
الرسالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة كلهم بقول وجواب واحد: اللهم نعم. فرفع بصره إلى السماء ويده ويشير بإصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. فاستشهد ربه على شهادة الصحابة بأنه بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم وفي هذا العام، عام 1444، نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. فإنه قد جاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. في يوم عرفة على المسلم أن يكثر من الدعاء، من الذكر لله جل وعلا، من التلبية، وأن يحذر من أن يعرض نفسه لما يشغلها، سواء بصعود الجبل وهذا ليس بمشروع، أن يخرج في وقت الشمس ويعرض نفسه لضربات الشمس ونحوها وهذا غير مشروع، أن يزاحم وأن يؤذي غيره وهذا غير مشروع، إنما يكون عليه السكينة وعليه الطمأنينة والتضرع والابتهال لله جل وعلا وحمد الله وشكره أن بلغه هذا المبلغ المكان العظيم. من أعظم مقاصد الشارع في الحج تهذيب السلوك والأخلاق، ومن ذلك أن المسلم إذا وقف في تلك المواقف ورأى أنه وغيره في ذلك الموقف في عرفة وفي غيرها من مواقف هو كغيره، الأسود والأبيض، العربي والأعجمي، التاجر، الفقير، الغني، صاحب المنصب، الوضيع في الناس، كلهم بلباس واحد وعلى مكان في مكان واحد وفي وقت واحد، يعبدون ربا واحدا. هذا يحمل الإنسان على أن يعرف حقيقة مهمة، وهي أنه لا يجوز له أن يتكبر على خلق الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا من الجمال وليس من الكبر. الكبر، وهذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، إذا جاءك الحق لا ترده بل اقبله وقل سمعنا وأطعنا. وغمط الناس يعني احتقار الناس، فإن احتقار الناس من أعظم صور الكبر. والكبر وإن كان مثقال حبة من خردل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فإذا كان كذلك فإن الحج يعطي الإنسان معرفة قدر نفسه، لا يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حج مع الناس، والله جل وعلا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما لكم إفاضة مستقلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ويسار معهم ويتنقل معهم، ويأتيه الأعرابي يمسك بخطام ناقته ويسأله، ما يكون ذلك عند أحد من تكبر. أو أيضا فيه معنى العطف والإحسان والتواد والتراحم. هؤلاء كلهم ماذا يجمعهم؟ تجمعهم كلمة الحق الإسلام، وأنهم على دين واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم.